بسم الله الرحمن الرحيم. أدانا لهذا اليوم تمن أحمر وسمك. أتمنى الأحمر البسمتي، الحبايته الطويلة، والسمك الكاريبي. سمك كاريبي تذكيلات ب10,000. هذا السمك، سمك حي قدامي، والزليات 3 كيلوات، بس هاي قسمته على وجبتي، قليناه وملحناه ويا الطحين وبصل اخضر ابو ذيل، وهاي الروبه الشيخ جعفر يحبه مع الخبز العراقي الاصيل، الخبز العراقي بالتنور. هذا قدامكم بصل ابو ذيل، وهذا التمن الاحمر والسمك، شكل عراقيه مشهوره، تمن احمر وسمك. هاي وجبه ذاك اليوم اشتهيتها، واحد يقلي بقراج الكاظميه، قراج سيد محمد، شفته يقلي تمن احمر وسمك، قلت سعيني خلي اجيب لي سمكات واسويهم بالبيت، هم اضيفه وهم طيبه، وهذا الخبز العراقي الاصيل، وهاي التمن الاحمر. ويلا عيني تفضلوا يانا، تفضلوا عيني، لا تستحون من ديتكم، والزاد كثير وخير كثير، والحمد لله والشكر، الف الحمد لله والشكر. بس انا اقول لكم، هنا الشيخ بقوري نايم، الشيخ جعيفر قاعد على الموبايل والشيخ بقوري نايم، فكتب راحتي براحتي، والحمد لله على كل حال. يلا عيني تفضلوا يانا، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بغداد العرب منارتنا، أهلا بغداد حبيبتنا، أهلا بعروس